ازيكم؟ في الفيديو ده هوريكم ازاي حولت البرميل ده للشواية دي. البرميل ده لقيته عند الناس اللي بيبيعوا مواد العزل زي الفوم والبلك وكده، واشتريته بمية جنيه. وبدأت شغل في الشواية باني علمت نص البرميل وبدأت اقسمه نصين بالصاروخ. اشتريت 4 أعواد زوايا حديد 3 سنتي، العود الواحد ب 125 جنيه، واستخدمت 3 تقريبا، والعود الواحد طوله 6 متر تقريبا. فتعبت شوية عقبال ما دخلت الورشة، وعلشان الورشة صغيرة فكان لازم أقسم الأعواد ال 6 متر دي نصين علشان أعرف أشتغل عليها. بدأت أعمل البروازين اللي هيركبوا في كل نص من البرميل، وكنت بقطعهم بزوايا 45 علشان أسهل على نفسي اللحام. خلصت البرواز وبدأت أركب البرميل، بس زي ما انتوا شايفين كده مش بيركب لأني ما سبتش خلوص كفاية في البرواز ده، فصنفرت طرف البرميل بالصاروخ وركب في مكانه. بدأت ألحم البرواز في البرميل، وكنت بلحم الأركان لأنها سميكة وممكن تتلحم بسهولة في الحديد. البرميل كان مركون بقاله فترة وكان مليان تراب وصدى من جوه، فجبت اسطوانة سلك وبدأت أنضف التراب والصدى اللي جواه. ونضفت برضو الدهان اللي بره على قد ما أقدر لأني هدهنها في الآخر. والبرميل كان متني لجوه وخارج بره الزوايا الحديد، فجبت قمطة ومسكتهم ببعض وعملت خرم في البرميل والحديد وربطتهم ببعض بمسمار وصامولة. اتأكدت ان كل حاجة تمام وبدأت اعيد على اماكن اللحام. بعد كده قطعت 4 حتت حديد اللي هيبقوا الأرجل اللي هتشيل البرميل، وبدأت ألحم الرجول بالبرميل. والموضوع ما كانش سهل علشان كان المفروض أمسك الرجل بحيث تبقى قايمة وفي نفس الوقت ألحمها. خلصت لحام الرجول وحطيتها على الأرض علشان أتأكد إن كل حاجة مظبوطة، واكتشفت إني لحمت النص الغلط من البرميل، لأن النص اللي فيه فتحة ده المفروض يبقى فوق لأن الفتحة دي هيركب فيها المدخنة. بس الحمد لله ما كنتش لحمت الرجول بشكل كامل وكان سهل إن أشيلها تاني، فشلتها وعدت اللحام في النص المظبوط. قطعت 4 حتت تاني، ودول اللي هعمل بيهم الرف اللي هيركب تحت البرميل. رفعت البرميل على البنك علشان اعرف اشتغل عليه، والرجول ما كانتش قايمة بنسبة 100%، لكن المفروض لما الرف يركب هيظبط الرجول معاه. استخدمت حتة كونتر علشان اظبط ارتفاع الرف على الارض، وكنت بثبته في الرجول بقمطة لحد ما الحمهم ببعض.
جبت حتة حديد وقطعت منها حتة صغيرة حوالي 15 سنتي، والحتة دي هتركب في البرميل علشان تشيل الشبكة اللي هتشوي عليها، وثبتها عن طريق اني عملت بونط لحام جنب بعض، وبعد كده صنفرتها وعدت عليها اللحام تاني. بدأت بعد كده أعمل الشبكة عن طريق إني عملت البرواز ده وحطيته على البرميل عشان أتأكد من مقاسه، وبعدين عدت على اللحام وصنفرته. جبت أسياخ حديد تخانت 10 ملي تقريبا وبدأت أقطعهم على قد الشبكة، واستخدمت في الشبكة دي 6 أسياخ، السيخ الواحد طوله 3 متر وسعر العود كان ب 31 جنيه. لحمت أسياخ الشبكة وكنت بستخدم حتة خشبة علشان أحدد الفاصل بين كل سيخ والتاني. وقطعت حتتين مقاسهم أطول، ودول اللي هيركب فيهم المقابض. ركبت الشبكة على الشواية وخدت علام المقابض وبدأت أقص مكانها بالصاروخ. ركبت النص الفوقاني من الشواية واتأكدت إن كل حاجة تمام، وجبت 3 مفصلات بالشكل ده وبدأت أحطهم على الشواية وأخد علام الإخرام. والأخرام اللي على طرف المفصلات كانت قريبة جدا من طرف الحديد، فاكتفيت بأربع أخرام بس في كل مفصلة مش 8. قطعت بعد كده 4 قطع حديد اللي هيعملوا الرفين اليمين والشمال وخرمتهم، وبدأت أثبتهم في الشواية. وبكده اكون خلصت جزء الحديد وفاضل جزء الخشب. جبت حتة خشبة وبدأت اقصها على مقاس 4×4 علشان ابدأ اعمل المقابض المدورة بتاعة البرميل والشبكة. خدت حتة الخشبة دي على ترابيزة الراوتر وركبت فيه ريشة مدورة، وعدنيت الاربع اجناب بتاعة الخشبة عليها علشان تعمل لي الشكل المدور اللي انا عايزه. بعدين على منشار الطاولة بدأت أقطعها على مقاسات المقابض. وهنا دقيت مسمار علشان يبقى دليل والمقبضين يطلعوا قد بعض بالظبط. وجبت بنطة قد الأسياخ الحديد وخرمت المقبضين. بعدين بدأت أعمل قطع الحديد اللي هتمسك مقبض باب الشواية. واستخدمت ميزان المية وأنا بركب المقبض ده علشان أتأكد إن كل حاجة مش مايلة.
جبت لوحين خشب وبدأت أقطعهم على قد الرفوف، وهتلاقوا في وصف الفيديو ده تكلفة الشواية بالتفصيل. خدت مقاس قاعدة الشواية ورحت جبت حتة صاجة تخانت 4 ملي على قدها بالظبط وبدأت ألحمها. وشركة دي اي واي اريبيا مشكورين، بعتولي الدهان الحراري ده، وده دهان بيستحمل لحد 600 درجة، فشكرا ليهم. كنت متوتر شوية قبل ما ادهن لان دي اول مرة استخدم كومبروسر ومسدس رش، لكن الموضوع طلع بسيط واسهل بكتير جدا من الفرشة وبيطلع نتيجة حلوة جدا. كنت عايز اعمل مدخنة في مكان الفتحة اللي فوق دي، ورحت لحد بتاع مداخن ستانلس وقال لي هتكلفني بتاع 500 جنيه، وانا مروح عديت على ورشة شكمانات قلت له على اللي انا عايزه، قال لي هعملها لك ب150 جنيه، فقلت له تمام، وجاب لي حتة ماسورة وتناها وقطعها، ورحت جبت له الغطا بتاع البرميل وعلمت عليه سهم يبين القفلة بتاعته فين علشان لما يقفل المدخنة تبقى اتجاهها لفوق، ولحم الغطا في الماسورة وخرم لي كمان الغطا من جوه وصنفرتها بحيث يكون لونها فضي، وركبتها في البرميل. جبت حصى جوز ودوبته في مية وبدأت أصبغ الخشب كله. خلصت صباغة الخشب واديته وش سيلر وصنفرته بصنفرة ناعمة واديته وش كمان، وبدأت أركب الخشب في الشواية. وجبت سلسلة وثبتها في المسامير اللي أنا ركبتها في بداية الفيديو. وخرمت مكان العجل اللي هيركب في الرجلين وقصتهم وركبت العجل. وحد قال لي إن المفروض الشواية تكون متخرمة بالجنب علشان تدخل هواء للفحم، فعملت كده. وأخيرا جبت ترمومتر وخرمت مكانه وثبته في الشواية بنفس اللزق اللي ثبت بيه المقابض، ومسكته شوية لحد ما نشف. وبكده تكون الشواية دي خلصت. مبسوط جدا بشكل الشواية، وعجبني كمان شكل الخشب مع الحديد. لو انت كمان عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير، ولو على يوتيوب تعمل سبسكرايب.